النادي الاهلي او وفقا لما اعلنته وزاره الشباب والرياضه على لسان المتحدث الرسمي ليها، ان تم الموافقه على صرف مبلغ 600,000 جنيه للاعب الفريق لاعب النادي الاهلي مؤمن زكريا. ده كان يعني بعد الحصول على الموافقات الامنيه. والجميل ان وزاره الشباب والرياضه هي اللي اعلنت وقالت ان النادي الاهلي يعني كان تقدم بالطلب منذ مده، ولكن تمت الموافقه عليه بعد اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه. وبالتالي قول المبلغ تاني يا احمد، قول المبلغ تاني عشان ده مهم جدا. عشان هنقول بشرى من المستشار تركي الشيخ لمؤمن زكريا. 600,000 جنيه من وزاره الشباب والرياضه لمؤمن زكريا. طيب تمام. ده بالاضافه الى المرتب الذي لم يعلن عنه النادي الاهلي الشهري. صح، وده ثابت يعني بلاش نتكلم فيه. ده معلن يعني الاهلي اعلن عنه منذ بدايه القصه كلها يعني. طيب خلينا بمناسبه موافقه وزاره الشباب على طلب النادي الاهلي نحيي الوزير اشرف صبحي، الحالات الانسانيه لا يتاخر فيها بالمره. نحييه على الموافقه وانهاء اجراءات مؤمن زكريا، ونحييه على موقفه الانساني النبيل من الرباعه المصريه العالميه نهله رمضان التي تعاني من مرض خطير. ومنذ ان علم الوزير وكتب على السوشيال ميديا لبى الطلب بمنتهى القوه وبمنتهى السرعه، وده يدل على انسانيه هذا الرجل الدكتور اشرف صبحي الذي اختلف معه في كل ملفات الزمالك بلا استثناء. ولكن خليني اقول انه راجل انسان وراجل محترم، واللي عمله مع مؤمن زكريا النهارده يخليه يزداد احتراما في نظري، واللي عمله مع نهله رمضان يثبت انه انسان بني ادم بيحس بالابطال. نهله رمضان ادت لمصر وادت لرفع الاثقال ورفعت علم مصر وحصلت على ميداليات ذهبيه وفضيه وبرونزيه وشاركت في بطولات عالم كانت فخر لينا وكنا بنفتخر بيها. النهارده بتمر بوعكه صحيه حرجه جدا جدا. الوزير استجاب في ساعات ولبى الطلب، وكل من ناشده بالتدخل كلم وزيره الصحه وانهى اجراءات علاجها، وهذا شيء يذكر فيشكر. احيي عليه الوزير اشرف صبحي. اللي بعده.